الصالحون والمجتمع الصالح لا يأتي إلا بعد هذه المقومات، المقوم الأول وهو مقوم الأنبياء أي القادة، والمقوم الثاني هو مقوم الصديقين وهم شنو؟ وهم النخبة، والمقوم الثالث هو التضحيات بالدماء وبالنفوس وبالأموال وبكل الإمكانيات لكي نتكون ويكون المجتمع الصالح. فلذلك السيد الخميني وانطلاقا من هذه الآية الشريفة كان هناك قائد وكان هناك نخبة تؤمن بهذا القائد وتستطيع أن توصل أفكاره إلى عموم الأمة، وكان هناك تضحيات، تضحيات الجمهورية الإسلامية سواء كان بالحرب مع الطاغية صدام ومن ناصره أو سواء كان ما قبل ذلك أو إلى الآن هناك مواجهة عالمية لهذه الجمهورية الإسلامية. هذه الثقافة التي غرسها السيد الإمام الخميني هي التي جعلت اليوم الأمة الإسلامية كلها تجتمع في خندق واحد وهو خندق غزة. اليوم اختلطت الدماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وطوائفهم. اليوم يضحي ابن الجنوب اللبناني الشيعي مع ابن غزة السني. اليوم تنطلق الصواريخ الإيرانية ذات اللون الشيعي مع الصواريخ والبنادق التي تنطلق من غزة وفي كل مكان. اليوم اليمن، اليوم لبنان، سوريا، العراق وكل البلدان الحية، بل الشعوب، لم يكن يتوقع أحد أن الشعارات التي رفعها السيد الإمام الخميني ذات يوم كأنه غريب في بلد حوصر إعلاميا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا أن تشهد تلك العواصم التي اتخذت القرار بمحاربة الثورة الإسلامية أن تشهد مسيرات كبرى في يوم القدس، وأن تشهد نفس العواصم التي مدت الأنظمة الطاغوتية بالسلاح والصواريخ من أجل تحجيم هذه الثورة أو القضاء عليها، أن تشهد تلك العواصم اليوم انتفاضة شعبية كبيرة ترفع نفس الشعارات التي رفعها السيد الإمام الخميني والتي أكد عليها. تصور حينما نريد أن نتحدث في البعد السياسي أو فيما هو كان معروفا عند السيد الإمام من وأنا الذي اخترت العنوان هو أن نبحث السيد الإمام من كونه كان ثائرا مقاوما إلى صانع ثورة ودولة مقاومة، ولعله هو هذا المعلم الأبرز، لأنه عادة نجد أن العديد من الثائرين في العالم استطاعوا أن يثورون، لكن حينما تحولوا إلى السلطة أصبحت الأوضاع لا تختلف عن السابق، وكأنه هو العجلة دارت بنفس الأحوال ونفس الأوضاع، لم نقل أنها قد ساءت في بعض الأحيان. السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه استطاع أن ينزل هذه المفاهيم التي كان يعتقد بها والتي كان يؤمن بها والتي تربى عليها وأنشئ عليها وتنشأ عليها، استطاع أن ينزلها إلى أرض الواقع، فتحولت بعد ذلك إلى سلوك وبرنامج عملي، ثم بعد ذلك تحولت إلى ليس فقط على مستواه الشخصي وإنما أنزلت كجزء من الدستور في الجمهورية الإسلامية وأصبحت من المتبنيات الأساسية التي ينبغي على الجمهورية أن تتبناها وتستمر ما دامت الجمهورية الإسلامية قائمة، وما دام دستور الجمهورية الإسلامية قائمة بما بناها السيد الإمام وبما وضع أسسها ومرتكزاتها الأساسية. ولا شبه أن إحياء ذكرى العلماء وإحياء ذكرى العظماء يمثل انطلاقة مهمة لتغيير الواقع الذي نعيشه، وباعتبار السيد الخميني عندما نستذكر العلماء فإن السيد الخميني رحمة الله عليه يقع في قمة أو في قمة العلماء الذين غيروا واستطاعوا أن يغيروا وأن يحولوا النظرية إلى تطبيق عملي، إذ أنه قام بتأسيس الدولة الإسلامية، وهذه الدولة كان لها ثمارها الواضحة على طول 40 سنة، قدمت ما قدمت الأمة الإسلامية بصورة عامة، سواء كان الأمة الإسلامية بشتى مذاهبها ولم تفرق بين الشيعة والسنة من هذه الناحية، فقامت بنصرة المظلومين سواء كان في العراق أو في فلسطين أو في اليمن أو في باقي البقاع الأرض، حتى في الدول الإفريقية أو بعض الدول الأوروبية. فعندما نستذكر العظماء إنما لأجل أمر مهم، وهو
أن ضرورة أن انتهاج نهجهم وضرورة السير على نهجهم وضرورة أن نطبق ما قاموا به في هذه الدولة المباركة. نستحضر اليوم ذكرى 35 لرحيل السيد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية التي لم تقف في بعد جغرافي واحد، بل أنها كانت لكل الإسلام والمسلمين أيقظت الهمة. واليوم ما نشاهده ولله الحمد من عزة ومنع واقتدار في العالم الإسلامي في ظل محور المقاومة، ما نشاهده في غزة دليل على عظمة هذا المنجز الكبير الذي حققه السيد الإمام الخميني، الذي أكد من أول خطواته على القضية المركزية لهذه الأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين المحتلة، وبين أنه إذا كان هناك في عرف السياسة يوجد عدو نسبي يعني وصديق نسبي، فهو قال أنه في حقيقة الأمر هناك عدو مطلق وشر مطلق، وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكن الوثوق والإطمئنان بها، فإنها كانت داعمة إلى كل ما تحدث من مجازر ارتكبها الكيان الصهيوني سواء كان في فلسطين وفي المنطقة. اليوم إن شاء الله ما نشاهده من صمود غزة على الرغم من كثرة الجراحات والآلام، لكنه بوادر النصر قريبة إن شاء الله وتلوح، وسيتحقق المشروع الكبير وهو قطع المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وهذا ما سعى إليه جاهدا السيد الإمام الخميني. شخصية السيد الإمام، هذا البعد السياسي الذي تحرك عند الإمام، الإمام رضوان الله عليه حينما وجد أن الظروف باتت مناسبة لأن يناهض هذا الحكم الشاهنشاهي، وأنه لابد أن يخرج العلماء وأن لا يسكتون على هذا الظلم وهذا الجور وهذا الاستخفاف بدماء الناس واستخفاف بحياة الناس واستخفاف بحريات الناس واستخفاف بمعيشة الناس، تحرك وأكثر من تحرك إلى أن جاء ذلك اليوم الذي أعلن فيه رفضه لهذه الحكومة ورفضه لهذا الطاغوت في ذلك الوقت.